إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في خياطة وتدبير وعد التدبير. النهاردة بإذن الله هنتعلم مع بعض الجيب الشق. الجيب الشق، الجيب ده دايما بيستخدم في الجواكت، في البلطوهات، يعني زي ما بنقول كده بنمهد علشان نعمل بلطو شكل. عملنا الكول شال، والنهاردة بإذن الله هنعمل الجيب الشق علشان لما نيجي نقفل بلطو مع بعض نكون عندنا فكرة عن كل حاجة وكل التفاصيل فيه. طيب نبتدي على بركة الله. طيب هنتخيل ان ده الجاكيت بتاعنا اهو، ده كده الجاكيت بتاعنا، ومكان الجيب طبعا ده الجنب، خيط الجنب، ومكان الجيب بفرض انه هنا اهو، مكان الجيب بيكون في الغالب 14 سنتي او 15 سنتي بالكتير، مش اكتر من كده. ده كده مثلا علامة الجيب، ومثلا البنسة بتاعتنا او القصة بتاعتنا بالشكل ده، واحنا عايزين نعمل الجيب، وده الجاكت، المفروض ان ده الجاكت، تمام؟ طيب باخد القلابة بتاعت الجيب بتاعتي، نركز في الخطوات دي، يكون عرضها 4 سنتي، هساوي القماش بتاعي بالشكل ده، وعايزة العرض بتاعي يكون 4 سنتي او 3 سنتي. بس مش اكتر من كده، يعني هي ما بتكونش عريضة، اعمليها كرقم ثابت ما فيش اي مشكلة. طيب تعالوا نشوف اهي 4 سنتي. طيب وعرضها كده انا هاخد 20، اهي زي ما انتوا شايفين كده، في 2 سنتي او قراطين هعمل لهم علامات بالشكل ده اهو، كده تمام. طيب باخد بقى الجيب نفسه اهو، زي ما تحبي طول الجيب، هنقول مثلا كده 14 سنتي، حلو جدا، وهيكون عرضه عرض القلابة، هيكون عرضه عرض القلابة بالظبط بالشكل ده، او طوله طول القلابة بالشكل ده اهو. مفتوح بالشكل ده، تمام. طيب دي القلابة، دي بطانة الجيب، وده الجاكيت اللي احنا هنخيط عليه. اول حاجة هعملها هخيط على مسافة 1 سنتي، قلابة واحدة بس، على جزء من البطانة، بطانتين اهم، انا خدت بطانة واحدة وهخيط عليها القلابة دي على بعد 1 سنتي، تمام. فلما اخد 1 سنتي هيبقى باقي معايا 3 سنتي، تفاصيل دي مهمة جدا. اهو خيطت على بعد مسافة 1 سنتي، فده هيكون عرض القلابة المطلوب، ومهم جدا جدا اعرف الرقم ده قد ايه. دي كده بعد الخياطة 3 سنتي بالظبط. طيب نركز بقى في الخطوة دي على علامة الجيب اللي انا عاملاها اهو،
مش انا خيطت دول في بعض اهم. طيب بدي وشهم للقماش، بس انا محتاجة احدد الاتنين سنتي تاني اهم دول من ناحيتين بالشكل ده، علشان اهو بالشكل ده كده. مهم جدا العلامات دي، والطباشير هيطلع، وهخيط على نفس الخياطة اللي انا خيطتها، بس هبتدي من بداية الاتنين سنتي. مهم جدا 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 التفصيلة دي، شايفة انا سايبة ورا تمام بداية الخياطة بتاعتي الاتنين سنتي، وهنهيها عند الاتنين سنتي التانية اللي انا عملتها. تمام، انا خيطت القلابة في البطانة بتاعتها، لكن ما وصل يعني وصلت للاخر. تمام، هنا وانا بطبق الجيب على الجاكيت او على البلطو او على القماش لازم امشي لغاية الاتنين سنتي بس، اهو ثبت كويس قوي اهو، شايفين وصلت ازاي؟ بس سايبه هنا 2 سنتي وسايبه هنا 2 سنتي. طيب بلف كده. الفيديو ده اهداء لمتابعه القناه سحر هلال، بصوا وبلف هنا اهو تمام، وبرده لازم ااكد على العلامه بتاعت ال 2 سنتي بالشكل ده، ولما اخيط لازم المسافه من هنا لغايه هنا تكون ال 3 سنتي بتاعت ايه، بتاعت القلابه نفسها اهو. فاكرين فيديو المرات؟ يبقى انا لازم اخيط هنا بالشكل ده كده اهو، علشان دي تكون المسافه بتاعت القلاب اللي انا هقلب عليها، يعني لازم تكون 3 سنتي. طيب باخد الشكل ده اهو بلف، المهم انهم يكونوا قد بعض بالظبط، هي تفاصيل دقيقه ولكن بتديك نتيجه حلوه جدا ان شاء الله. ايوه، وبنهي عند الخط ده تمام. شايفين لازم المسافة دي تكون 3 سنتي اهو، شايفين 3 سنتي. طيب خلاص كده، انا هفتح بقى هنا اهو، انا بقى هنا هفتح الخياطة بتاعتي، بس قبل ما اوصل شايفين المثلث ده اللي انا عاملاه زي ما عملت في المرد بالظبط اهو، هريح الخياطة بالشكل ده. انت ممكن تحسي ان الجيب صعب، لكن لو جبت قماشة دلوقتي عملت الخطوات دي معايا صدقيني هتوصل لنتيجة حلوة، و يعني زي ما تقول هنكسر الخوف بتاعنا اهو قبل الخياطة. لازم تطبقي علشان تتعلمي اهو، عشان ما ينفعش ارجع اقول انا عايزة اتعلم الجيب، الجيب اهو ما يخوفش، لكن محتاجة تطبقي. هاتي دلوقتي اي قماشة، القماشة اللي معايا دي كانت كيس مخدة اهو، برضو الناحية دي. الجيب ده مهم لما اجي اعمل بلطو او جاكت، هتلاقوا التفاصيل بقت سريعة عشان وقت الفيديو، فلازم يكون عندك خلفية عن الجيب، لازم يكون عندك الخلفية عن الجيب اهو زي ما انتوا شايفين ده كده الجيب، ندخل كده الجزء ده كده اهو، وده الجزء التاني بالشكل ده، نفس الحكاية بتاعت المرد، نفس الحكاية بتاعت المرد اهي. مش عايزين اي كشكشه ولا اي زرزره اهي، لازم نريح القماش كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين؟ طيب تعالوا نشوف كده من هنا. ايوه، عايزين بقى نكمل تقفيل الجيب بتاعنا
اهو لازم نخيط الدوران بتاع الجيب. اهو ساوي كويس جدا وبتخيط الدوران بتاع الجيب. الجيب اهو زي ما انتوا شايفينه، شايفين من جوه اهو شكله كده بالمنظر ده، ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص. تمام، وده كده شكله من الداخل. الجيب ده مهم جدا جدا علشان لما نعمل اي حاجه تانية يكون عندنا خلفيه عنه. سيبكم في رعايه الله، بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.